سلاح النظام القطري الأبرز قناة الجزيرة، وعلى الرغم مما تقوم به من دور رئيسي لتشويه سمعة الخليج العربي وزعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم التنظيمات المتطرفة عبر إتاحة الفرصة لها للترويج عن نفسها، إلا أنها فقدت ثقة المشاهدين نظير ممارساتها السلبية، بل وفقدت الثقة حتى في دائرتها الداخلية وفريق محلليها. حقيقة هذه أرواح بشرية، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. فهؤلاء هذه أرواح بشرية بغض النظر عن دياناتها وتوجهاتها. هؤلاء الليبيين والمصريين تقتلهم داعش، نعم، وتصور هذا وداعش موجودة في ليبيا وهو فرع. طبعا لا تريدون الحقيقة أنتم قناة الجزيرة، لهذا السبب تقاطعون من يقول الحقيقة للأسف. لا تعطون الفرصة الكافية وأنتم تتبنون الإخوان المسلمين. أعتذر منك، أخذت الوقت الكافي لعرض وجهة نظرك، اتهمتنا بعدم إبراز الحقيقة. سوف تخسرون الجمهور. شكراً على خطاب أن يتغير، على خطابكم أن يتغير. شكراً لك، هذه أرواح بشر. نحن نعرض الحقيقة. شكراً لك من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق. أنتم لا تعرضون الحقيقة.